بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نبدأ مع كتاب الصف الثامن اللي هو الستودنت بوك، مع الدرس الخامس You can do it، تستطيع أن تقوم به أو تستطيع أن تفعله. خلينا نبدأ مع معاني الكلمات أو vocabularies. عندنا كلها مجموعة من الألعاب الرياضية. أول إشي عندنا لعبة الجودو، جودو سبورت، اللي هي لعبة الجودو اللي هي لعبة من أنواع الدفاع. عندنا التنس، تيبل تنس اللي هو تنس الطاولة. عندنا البوسا بول، بوسا بول اللي هو تنس الشاطئ، كتير بيلعبوها على الشاطئ، بكونوا حاطين الحاجز وبيلعبوا فريقين تنس الشاطئ، البوسا بول اسمها بوسا بول. بعدين عنا الآيس دايفينج اللي هو الغوص في الجليد، الغوص في الجليد الآيس دايفينج. فولي بول اللي هي لعبة اليد، فولي بول أو شكلها بتشبه لعبة اليد فولي بول. وعنا لعبة الهوكي، لعبة الهوكي. طيب خلينا نشوف مع الفقرة، نبدأ يو هاف عنوانها You have to play by the rules. You have to play by the rules. يجب وضروري أن تلعب بالقوانين أو حسب القوانين. يجب أن تلعب حسب التعليمات أو القواعد، قواعد اللعبة. عندنا هون you have to تستخدم للدلالة على شيء ضروري، ضروري، أمر ضروري جدا يجب أن تفعله، ودائما بيجي وراها الverb infinitive، يجب أو من الضروري أن تلعب حسب التعليمات أو القوانين أو القواعد. نبدأ عنا بالفقرة the rules of the game، قواعد اللعبة، قواعد اللعبة. Football and tennis are both very popular sports and people play them all over the world. يبقى كرة القدم والتنس كلاهما، both كلاهما، شعبيين جدا أو ألعاب رياضية شعبية. يبقى كلمة popular شعبي، والناس يلعبونهما في كل أنحاء العالم أو حول العالم. What are the rules? Are they the same now as they were when people first played these sports? ما هي القواعد أو ما هي التعليمات هذه هاتين اللعبتين؟ هل هما نفس الشيء؟ Are they the same now as they were when people first played these sports؟ هل هما متشابهتان، القواعد للعبتين متشابهة الآن كما بدأت هاتين اللعبتين أو أول ما بدأ الناس يلعبونهما؟ Before 1963 not everyone played football with the same rules. قبل عام 1863 ليس كل شخص لعب كرة القدم بنفس القواعد أو التعليمات في هذه الأيام، أي كان كل شخص أو كل مجموعة أشخاص يلعبون كرة القدم بطريقة مختلفة، ليس لها نفس التعليمات أو قواعد اللعبة. Some people picked the ball up and ran with it. بعض الناس يلتقط picked up، picked up، picked the ball up، يلتقط الكرة وثم يجري بها، with it، it هون تعود على الكرة. إذن كان من إحدى قواعد اللعبة أن بعض الأشخاص الذين يلعبون يجب أن يلتقطوا الكرة ثم يجروا بها. In 1863
There were new rules and these rules are used now. في عام 1863 أصبح هناك قواعد جديدة للعبة وهي التي تستخدم الآن أو مستخدمة الآن are used مستخدمة الآن. Each team has to have 11 players. كل فريق يجب عليه أن يحتوي على 11 لاعبا أو يكون لديه 11 لاعبا. You play football on a pitch. يجب أن تلعب كرة القدم بالرمي. Pitch يعني ترميها بإجرك. One player in each team أو ما تلمسك بالإيد يعني بالإجر. One player in each team. The goalkeeper has to stand in the goal. كل فريق يوجد فيه goalkeeper. Goalkeeper اللي هو الحارس. Goalkeeper اللي هو حارس المرمى للفريق. يبقى one player لاعب واحد هو بيكون goalkeeper لكل فريق. وعليه أن يقف على الجول. The goalkeeper can pick the ball up and throw or kick it to the players in their team. هلأ الحارس فقط يستطيع I can pick يستطيع أن يلتقط الكرة بيديه and يرميها throw يرمي الكرة أو يركلها يبقى throw يرمي أو kick يركل الكرة يعني يشوطها للاعبين الموجودين في فريقه in their team الموجود في فريقه. The other players have to kick the ball to the other players. اللاعبين الآخرين أو اللاعبون الآخرون يجب have to يجب أن يركلوا أو يشوطوا الكرة للاعبين آخرين. You can't touch the ball with your hands. لا تستطيع أو لا يسمح من غير المسموح أن تمسك أو تلمس touch تلمس الكرة بيديك. The referee اللي هو الحكم watches the game يشاهد أو يراقب المباراة أو اللعبة. He makes sure players follow the rules وهو يجب أن يكون أو يحرص أثناء مشاهدة المباراة. He makes sure يعني يحرص. He makes sure يحرص أن اللاعبين يتبعون التعليمات. People began playing tennis a long time ago. الآن هذه الفقرة عن التنس. الناس بدأوا يلعبون التنس منذ زمن طويل. A long time ago. First, أولا they hit the ball with their hand. أولا يضربوا hit يضرب وهم يضربون الكرة بأيديهم. Then they used a glove. ثم يستخدمون القفازات. أخيرا finally they used rackets. يستخدمون بعدها أخيرا يستخدمون المضارب rackets مضارب. You have to play tennis on a court with a net. يجب من الضروري أو يجب أن تلعب التنس في ساحة خاصة للعب وفيها نت اللي هي شبكة شبكة. You have to hit the ball over the net with a racket. يجب أن تضرب الكرة بواسطة المضرب من فوق over the net من فوق الشبكة. You have to hit the ball inside the lines. يجب أن تضرب الكرة داخل الخطوط خطوط الكورت اللي هو الملعب. You can't throw the ball. لا تستطيع أن ترمي الكرة ولكن يجب أن تضربها بالمضرب. You have to have an umpire. هلا الحكم تبع التنس اسمه umpire.
والحكم تبع كرة القدم اسمه ريفيري، ريفري أو ريفير، أوكي ريفير، وهذا أمباير. The umpire decides if a player wins a point. والحكم هو اللي بقرر، الحكم في لعبة التنس هو اللي بقرر decides إذا اللاعب فاز بنقطة أو حصل على نقطة. طيب عندنا هلا هون مجموعة من الأسئلة نشرحها حتى تستطيع أنكم تجاوبوا عليها. Read the text again. التكست اللي هو هذا المقال. Then answer these questions in pairs. بعد ذلك أجيبوا على الأسئلة بطريقة ثنائية كل اثنين مع بعض. How do you think players should behave when there is no referee watching the game? باعتقادكم كيف ممكن اللاعبين يجب أن يتصرفوا، should behave يكون سلوكهم أو يتصرفوا عندما لا يكون هناك حكم ريفير، حكم يشاهد المباراة. سؤال B. Find two differences between the rules of tennis and the rules of football. جد اختلافين بين قواعد لعبة التنس وقواعد لعبة الفوتبول. C. What are the other rules for playing football؟ ما هي القواعد الأخرى للعب كرة القدم؟ D. Does this article contain mainly facts or opinions? Give two examples from the text to support your answer. هل هذه المقالة فقط تحتوي تحتوي على حقائق رئيسية أو آراء؟ يعني هل هذه القواعد فيها آراء أم هي حقائق؟ أعطي مثالين من التكست لتدعم إجابتك، to support لتدعم إجابتك. Okay. Number three. Listen to the words below in context. Try to guess their meanings. عنا pitch وعنا referee أو refer، عنا goal، عنا court، عنا net، umpire، racket. إيش باعتقادكم معاني هذه الكلمات؟ خلينا نشوف مثلا، نبدأ من هون. راكت، راكت اللي هي مضرب. أمباير اللي هو الحكم تبع كرة التنس أو تنس المضرب. نت شبكة. كورت اللي هي ساحة اللعب. جول اللي هو الجول، المرمى أو الجول. ريفير اللي هو الحكم لكرة كرة القدم. بعدين في عنا بيتش اللي هي يضرب. أنهينا الفقرة، أرجو لكم الاستفادة، ولا تنسوا الاشتراك سبسكرايب في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وأراكم إن شاء الله في الجزء الثاني من الدرس لشرح القواعد وحل الأسئلة.